تنمية القدرات البدنية والذهنية والذكاء الاجتماعي كانت ولا تزال أهدافاً للحركة الكشفية في أنحاء العالم، جنباً إلى جنب مع دعم قيم التعاون وتقديم يد المساعدة لمن يحتاجها. من هذا المنطلق نظمت مديرية تربية السليمانية بكردستان العراق مخيماً كشفياً لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في متنزه هواري الشار، حيث الطبيعة الخلابة والفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف المواهب بين الطلبة وتنميتها وتشجيع روح المنافسة بينهم وتنمية روح التعاون والمسامحة والاعتماد على النفس. قمنا مخيم كشفي للمدارس الإعدادية البنات ومدارس الابتدائية. طبعا المخيم الكشفي الهدف منها خروج طالب أو طالبة من المدرسة لأخذ الرأس من الدروس الصعبة التي يأخذها من المدرسة، وطبعا التنمية العقلية والجسدية وكذلك اعتماد على النفس وتعرف على الطبيعة. وللأنشطة الكشفية أهمية خاصة في البرامج التربوية الهادفة إلى إعداد النشء، ليس فقط فيما يتعلق بتعزيز الثقة في النفس وتحمل المسؤولية، بل كذلك بالتعامل وفق القيم والأخلاق الإنسانية الرفيعة. يخلي ألفة التعاون بين الطلاب وبين المجتمع حتى تكون مجتمع مدني، خلينا نقول عسكري، يعني يتعلم الضبط والنظام والربط بينه وبين شخص آخر وبينه وبين المسؤول وبينه وبين الأخ والأب والأم والعائلة كلها. أنشطة إيجابية لطالما نادى التربويون بتبنيها من أجل تأسيس جيل جديد من أطفال العراق، جيل يستطيع بناء مستقبل أفضل لوطنه بعيدا عن الفساد والتعصب والطائفية.